ومع اقتراب العام 2020 من نهايته ومن خلال الفقرة المخصصة للوقوف على حصد العام الإخباري وللحديث عن التظاهرات التي اندلعت في السليمانية رفضا للفساد الحكومي الذي أنتج ظروفا معيشية صعبة في كردستان العراق، ينضم إلينا مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر عبر سكايب. أهلا بك سيد مصطفى معنا. بداية، على غير عادة أهالي كردستان العراق خرجوا رافضين لسياسات الحكومة الاقتصادية. السؤال، بما تفسر التحول الكبير في سلوك أهالي السليمانية نحو الحكومة؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. التفسير الوحيد الذي يمكن يجد طريقه ذهني وهو الأقرب إلى الواقع، هو الواقع تقريبا، واقع بنظري، هو ما يجري هو انعكاس لفشل هذه المنظومة الحاكمة أو المتحكمة في العراق سواء في شماله أو وسطه أو جنوبه. وبالتالي كل المواطنين العراقيين، كل المساحة الديمقراطية لجمهورية العراق كما تعرف، يعني يعانون من شظف العيش ويعانون من إخفاقات وفشل هذه المنظومة السياسية المتحكمة بأحزابها وشخوصها وحضاراتها وبكل الإجراءات التي تتخذها. يعني الشعب في شمال العراق يعيش حالة أقرب إلى استقلال منذ نحو 3 عقود، ومع ذلك يفترض أن المنطقة الكردية في العراق تميزت تجربتها في الحكم حتى أكثر من التجربة في بغداد وباقي أجزاء العراق، وبالتالي يعني يفترض أنها تتحمل مسؤوليتها وقادرة على أو أنها مؤهلة في الحقيقة لأداء واجباتها تجاه أبناء المحافظات الثلاث، أربيل، سليمانية ودهوك. وهذا ما يفترض أن نجده طبعا في كل مكان، لكن على الأقل بقدر حديثنا عن المنطقة في شمال العراق يفترض أن الأمور تكون أكثر سلاسة وأكثر قدرة على تلبية مطالب الشعب، خصوصا أن تلك المنطقة تتحلى بقدر كبير من الأمن، وقلنا أنها تحلى بقدر أو تحظى بقدر من الاستقلالية منذ 3 عقود، يعني 10 سنوات تقريبا قبل غزو العراق أو أكثر حتى من 10 سنوات. ولكن يعني المظالم الكثيرة والاضطهاد والقمع والإرهاب وكل هذه الصور التي شهدناها خلال المرحلة الماضية من مظاهرات أو من مواجهة مظاهرات أبناء السليمانية وغيرها. نعم سيد مصطفى، يعني الآن أبناء السليمانية وغيرها كما تشير المعلومات نتيجة البؤس والإفلاس الكبير، رغم أنها هذه السلطة في شمال العراق أعني تحديدا استحوذت خلال السنوات 17 الماضية على نحو 200 مليار دولار وربما أكثر، لكن المواطن الآن في بعض المناطق يشتري خبزه بالدين. في إطار هذا الإطار وهذا الموضوع، وكيف تأثرت السليمانية بالحراك الحاصل في مختلف محافظات العراق سيد مصطفى، حدثنا عن هذا الأثر الذي صنعه الحراك الشعبي بمختلف المحافظات، وكيف أثر على حراك السليمانية وجعلهم يخرجون ضد الأحزاب وشركاء العملية السياسية؟ تفضل. يعني نحن قلنا أن الفساد والإرهاب والإجرام الموجود في وسط وشمال العراق يوجد مثله درجات أقل ربما في شمال العراق، وبالتالي فما حصل من ثورة عارمة منذ أكثر من 14 شهرا في وسط وجنوب العراق، ثورة تشرين المجيدة، إنما يجد انعكاسه بشكل أو بآخر في شمال العراق. يعني المواطن العراقي في البصرة وفي السليمانية وفي أربيل وفي بغداد يعاني من إجرام السلطة ومن فسادها ومن تزويرها ومن سرقاتها
الأمر ليس محصورا على السلطات المركزية كما تسمى، بل إن سلطات منطقة شمال العراق، محافظات شمال العراق، يعني أيضا هي متهمة أو هي مجرمة حقيقة، ليست متهمة، بالخراب والتخريب والإفساد وسرقة المال العام ونهبه والهدر في الثروات وعدم وجود سياسة رشيدة في بناء المجتمع. كل هذا يزيد من معاناة المواطنين في الخدمات الأساسية، في موارد العيش يعني. وبالتالي فإن ثورة تشرين كنموذج عراقي أصيل في وسط وجنوب العراق، ما يحصل في شمال العراق امتداد لها وهو جزء منها. نحن لا نجزئ على ذكر غياب السياسة عن وسطه وعن جنوبه. نعم، على ذكر غياب السياسة الرشيدة التي تحدثت عنها سيد مصطفى، غياب السياسة الرشيدة قبيل اندلاع المواجهات والاحتجاجات، خرج كما تعلم وزير المالية في حكومة كردستان العراق يبين الموارد، ثم تبعه بعد ذلك مسؤولون في الحكومة والحزب لديه حتى ينكروا معرفتهم بما أعلن عنه. ماذا يمكن أن يفهم من هذا؟ هذا السجال طبعا. نفهم أن الذين يقومون على الأمور في شمال العراق ليسوا رجال دولة ولن يكونوا رجال دولة، تماما كما هم القائمون على شؤون العراق في بغداد وفي البصرة وفي ذي قار وفي الأنبار وقيالة وصلاح الدين والموصل والنجف وكربلاء وغيرها من محافظات العراق. هؤلاء لا يريدون أن يبنوا دولة، لأن ليس فقط ليست لديهم القدرة، هم أتيحت أمامهم فرص هائلة لبناء دولة عراقية حقيقية يعني تقديم أفضل الخدمات للعراقيين، لكنهم فضلوا السرقات ونهب المال العام، وفضلوا الفساد، وفضلوا عوائلهم ومحاسبيهم على أن يقدموا شيئا لصالح الشعب العراقي. يعني شعبنا في شمال العراق حتى في ظروف الحصار الشامل الذي كان مفروضا على العراق منذ العام 1990 وحتى غزو العراق عام 2003 لم يجد هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الآن. كانت الحصة التموينية تأتي إليه بشكل منتظم، وكانت الدولة العراقية تزود المناطق الشمالية رغم أنها خارج سيطرتها، تزودها بالوقود وتدفع يعني أو تزود أبنائها، أبناء تلك المناطق الدارسين في المدارس، توزع لهم الكتب الدراسية وغيرها من المستلزمات. وكانت حصة المحافظات الشمالية من الأدوية والمستلزمات الطبية تصلهم عبر مذكرة التفاهم أو اتفاق النفط مقابل الغذاء. الآن هؤلاء يعني انتقلوا من الحصار الشامل إلى النهب الواسع لكل ثروات العراق. هؤلاء المتحكمين في شمال العراق أو في وسطه أو جنوبه. دعنا نذهب الآن إلى أبرز ردود الأفعال سيد مصطفى في ذات الموضوع. أبرز ردود الأفعال، يعني المنظمة الدولية وكما تعلم أدانت تعامل القوات الأمنية في كردستان العراق بالقوة المفرطة مع المتظاهرين، والتي أدت إلى استشهاد عدد من المتظاهرين وعشرات الإصابات. هل ترى أن الحل الأمني سابق التجهيز واستطاع أن ينهي الأزمة، أم هي استراحة محارب ضد الفساد والفشل الإداري؟ هذه العقلية الإرهابية التي وجدناها في بغداد والتي أسفرت عن استشهاد نحو 1000 عراقي وإصابة 30,000 أو أكثر، نجد مثلها في شمال العراق، لأن هؤلاء كما قلنا ليسوا رجال دولة وليسوا حريصين على أبناء شعبهم، كلهم يعني يرتبون أوضاعهم خارج العراق ولهم امتداداتهم خارج العراق، وأسرهم في كثير من الأحيان يعني تقضي أيامها خارج العراق، وبالتالي هم يصبون القمع والإرهاب بكل فنونه وأشكاله على أبناء العراق. هذه كلها منظومة فاسدة مخربة إرهابية سارقة للمال العام
مزورة يعني استولت على العراق بدعم الاحتلال الأمريكي والإيراني، ولولا الاحتلال الأمريكي والإيراني لما كان لهم أن يمتدوا على مدى السنوات الثمانية عشرة تقريبا منذ احتلال العراق عام 2003. في سؤالي الأخير إليك سيد مصطفى كامل، وأنت رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، يعني كيف ترى السيناريوهات المحتملة في الأيام القادمة في ظل عدم وجود رؤية للحكومة واستمرار الوضع الاقتصادي بالتردي؟ تفضل. أولا أن التردي في الوضع الاقتصادي ليس مبعثه انهيار أسعار النفط، فهذه حالة عامة تعاني منها كل الدول النفطية، ولكن لم نسمع على دولة نفطية امتنعت عن دفع رواتب أو قامت بتقليص رواتب موظفيها أو إلى آخره، لكن هذا يجري فقط في العراق. لا. ليس بسبب كما قلنا الأزمة المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، وإنما بسبب الفساد والإجرام والسرقات والتزوير، وبسبب نهب المال العام عبر مزاد العملة وغيره من منافذ السرقات التي يتفنن بها هؤلاء المتحكمون بالعراق. مصطفى كامل، بالتالي فإن الأزمة تفضل. تستمر لأن أسبابها مستمرة. مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.